والله بالنسبة لسوق البصرة من تمطر الدنيا بلكي تنظروا له السماكة طين والويصة البصرة من أنا لو صاخة مالت الدجاج وهذا الذبح يصير اللحم والدجاجة كلها دم والمجاري كلها مسددة علينا ما ندري مين نمشي من تمطر الدنيا. صح الحمد لله والشكر قالوا البصرة سوق البصرة مشمول بالتعمير بهاي الموازنة الجديدة إن شاء الله، احنا نتمنى هذا الشيء يتم وترجع الأمور، لأن هذا سوق البصرة صح شعبي بس أبو الفقير والعالم مالته طيبة. شوف حالتنا هاي التعبانة، شوف الشوارع التعبانة، الازدحامات. توقف لك، أنا هسه أحكي لك عن نفسي بوتاكسي، أوقف لك خمس دقائق هنا، خمس دقائق المرور وراك، زين وين تعيش هاي الناس؟ وين تروح هاي الفقرة؟ احنا شوية نريد هاي الحكومة الجديدة تنظر لهاي الناس التعبانة. من خلال قناتكم المحترمة هاي البساط السوق هذه يا ريت يبلطون الشارع، هذا اشتكينا أكثر من مرة الشارع هذا الطين هتشوف انت الحالة، يعني اللي يجي يطب السوق يرجع غاطب الطين، وهاي والله احنا نشكي حالنا، يعني ناس تعبانين، ناس فقارة تعبانة، لله وللحكومة هاي ترجى الخير بلكة الله ينزل الدولار. هو سوق استقطاب جميع المحافظات والمناطق الشعبية الموجودة داخل مركز البصرة وحتى الأقضية والنواحي. نتمنى من الجهات المعنية أن تهتم بهذا السوق لأنه رديء بالخدمات كما ترون، فنتمنى من الجهات المعنية أن تهتم به لأنه تتوفر به جميع الأسماك البحرية والغير البحرية وكذلك اللحوم وكذلك المحال التجارية، فنتمنى من الجهات الرسمية والمعنية أن تهتم بهذا السوق الجو. بالنسبة هذا سوق البصرة، هذا سوق البصرة قديم، مو هسه يعني صار أقدم سوق تقريبا بالبصرة، هذا لأن بيه العلوة المركزية قريبة عليه وهاي المحلات قريبة على البصرة وهي مركز، هذا مركز البصرة، هسه تجي الناس من بغداد ومن جميع المحافظات هي تنزل هذا المركز، والناس هاي الموجودة كل المناطق ترجع لهذا البصرة، ناس سوق مركزي هذا، مو مثل ما تقول هاي اسواق بسيطه ما يتوفر بها جميع انواع السمك. خدمات كل شيء، شنو خدمات؟ منتكلين على ارواحنا بالنسبه لنا، كل من منتكل على ارواحه، اي خدمات ماكو، من ناحيه ايش الخدمات؟ يا خدمات المتوفره هنا، كل شيء ماكو. هاي خدمات كل من يجيب سلعته ويرتب محله ويسوي له بسطيه شمبر مالته ويبيع بها على باب الله. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. صراحة يعتبر سوق البصرة بيع الأسماك المفرد، الأسماك المفرد هو الممول الرئيسي للعراق. ليش؟
بسبب موقع الجغرافي وبسبب موقع المحافظة البصرة على البحر أو الخليج العربي. فإحنا بالنسبة إن أنا باعتباري كسماش قديم، أنا هنا من سنة 68، أكون صريح وياك، هذا السوق يعني إذا تريد تباعه بالتصوير أو أهل البصرة اسألهم يعني كشخصيا، هذا السوق على حطته لا فد يوم إجا، يعني أجوا مسؤولين هواي، طرحنا عليهم قضايا، طرحنا عليهم وضعية السوق، النظافة، ولا وإذا أريد أقول لك أكثر من 50-60 قناة إجت لنا من سنة 2003 لحد الآن. أنت جاي تشوف هسه سوقنا، هذا السلوات جاي قبل نص ساعة كانت المنهولة طاقة، يعني سيارة صاروخية جبناها فتحوا لنا إياها ب 80,000، انتظرها يومين راح تنسد، هم لازم نلمنا 80,000 وعلى هالمنوال. أنا اللي أطلبه من الأستاذ أسعد العيداني، أول شيء خلي يخصص لنا فد مجموعة من منظفين مال بلدية البصرة. خلينا نقول ما أريد أن أفد 10-15، لا أفد له 5 نفرات يومياً وسيارة متخصصة. يخلي يعني ينظف السوق، يسوي لنا إياه، ما أريد هم سيراميك، خلي يسوي لنا إياه بلوك، يسوي كاشي، يهتم بوضعية هاي القيصرية مالت السماشة، لأن هاي مبنية حوالي من سنة 57 وآيلة للسقوط. سوقنا كله تعبان. أنا يعني نيابة عن إخواني بسوق البصرة أحكي، يعني مو شخصيا ولا إلي طلب شخصي، لا، هذا أول شيء هو هذا السوق يعكس واجهة محافظة البصرة. إحنا هالأيام جاي يجونا سواح، لحد أمس دخلنا سياح إيطاليين، قبلهم بلغار، قبلهم ألمان، أمريكان، يعني أنا أشوفها صعبة من يجي أجنبي يدخل منا بسوق البصرة ويشوف هالوضعية صعبة. لا من المكانات، لا من الشوارع، لا من خدمات، يعني كنا نتأمل البصرة بعد خلينا نقول الاحتلال بصورة، يعني من بعد الاحتلال كنا نتأمل فشيء أفضل، للأسف يعني صار نحو الأسوأ صراحة. فالناشد إحنا كل المسؤولين والناشد كل الناس المختصة بهاي الأمور، نتمنى يعني المساعدة بس بالخدمات، هي أبسط الأمور توفرها للشعب البصري، اللي هي من مكان العمل، من مكان السوق، من مكان السكن، هاي كل طريقة ما متوفرة. بالنسبة للمياه مالتنا يعني إحنا أهل والله متعب، خلي ندخل ماكو، تطلع مطين الطين واصل وياك للركبة زين، يعني مكان كلش مو مفيد صراحة، متعب حيل للكل الشعب البصري. احنا سوقنا انا اتذكر علي من صبو بعهد احمد حسن البكر، صبابة اول بداية صبوا هذا السوق كله وسلطوا وكملوا، بس كان السوق حلو. احنا ليش هسه مركزنا كله هنا يظل مركزنا بداية من السماكة والدجاج، لأن محلات الدجاج هواي، مو محل واحد 2-3 محلاتهم 30-40-50 محل. احنا هنا فائدتنا بس هاي، بس ما بالنسبة للبصرة كبيرة، سوق البصرة القديم كلش كبير. وضعنا هسه تقريبا وضعنا هسه بالأيام والله وضعنا زين. خدمات شو بس؟ خدمات تعبانة، اي غير الحكي العدل، لا ماكو ذيك المتابعة وذيك المراقبة، تجي لها متابعة السوق. الأسعار بالنسبة للأسعار مال المواد الغذائية جاي ترتفع، بالنسبة للدولار يعني صعدوا على المواطن وطاحت براس الفقير. هو المواطن شنو اللي يريد؟ يريد عمل ويريد هاي يريد خدمات. يعني هاي السنين صارت البصرة من السقوط لحد الآن أو قبل السقوط، هي الخدمات يعني تعبانة، تمطر الدنيا يعني تصير فيضانات بالبصرة، يعني هاي معاناة كثرة العطالة بطالة بالبصرة. هي البصرة طبعا هي أم الخير، هي أم الخير وهي أم النفط، وشوفوا المواطن فقير مالها لاكم شغل ولا عمل. يعني الناشد احنا دولة رئيس الوزراء أن يشوف حل البصرة، طبعا معاناة المواطن جاي يعاني جدا، معاناة صعبة من حيث الخدمات، من حيث الصحة. الصحة يعني تروح لهم يطولك بس حبوب براستول، ما عندهم أي دواء، يقول لك روح اشتري من برا، ما يصير هيك. يعني المواطن منين يجيب؟ وهسه آلاف المواطنين البصريين هم عطالة بطالة قاعدين عن العمل. خلاص سبت عراقه عادي.
على الزبالة وعلى السمك. نقص الخدمات يعني مثل ما تقول مجاري بعد ايام المطر حاله تعبانه يعني ما حد يدخل هي هاي ولا السوق كوضعيه تعبان بصوره عامه. عندك دواريه يعني باعه متجولين مثل ما يقول يسمونهم انتم احنا نسميهم دواريه. البساطه اللي انتشرت على الارصفه كلها اثرت على السوق. يعني هسه ابو المحل مثلا ابو المحل يدفع اجاره 400 منين يطلعها؟ فهمت قصدي؟ فالمفروض الحكومه هي تحمي ابو المحل او ابو البصيه لان متجر بالسوق انا متجر ومنين متجرين؟ من الدوله نفسها. يعني تجيك الدوله شو تسوي؟ اللي هي الحكومه المحليه تعتبر شو تسوي؟ ما لها علاقه مخلي الحبل على القارب مثل ما تقول. فشوف الاسواق انتشرت بصوره وين ما تروح يعني. فهسه البصره طب من يم المستشفى للقراج السوق ما كانت هيك الوضعيه، كان هذا سوق مخضر عندك هذا قماشه ياكل حامه. هسه لا وين ما تروح تلقاها قدامك لحم على الشوارع مخضر على الشوارع قماش دواري شو تريد؟ فكله ياثر على السوق. اما من ناحيه الخدمات الخدمات هي هاي وضعيتها يعني بس بايام المطر ما حد يوصلك بايام المطر يعني لو تعزل احسن. السوق يعني زين يعني السوق اسعاره زين نص 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 غالي نص مو غالي يعني وضعيه كم مصاخه هاي كلها يعني بلد العراق نظيف بلد خير كله خير سوقه خير كلها خير. شنو نقص الخدمات؟ بعد نظافه هسه بدكم سامع الزبايل بالارضيه نظافه حلوه واحد ينظف الله سبحانه وتعالى يبارك فيه. يعني شوف هسه شوف شوارع يعني سوق سلعه اكو غالي اكو مو غالي اكو عام فلان شيء تلقاها يعني سلعة وضع ما اقدر احكيها تعبان. الفقير مين يجيب؟ هاي العلاقه قوه اشتريناها مين يجيب؟ احنا هنا قدماء تقريبا كل واحد ما بين 30 الى 35 سنه. انا من كان محلنا هنا بعدين تحولت هنا هذا هنا انا مشتري من البلدية. يعني شلون نقول البلدية عندنا يعني تاخذ من عندنا سنويا تاخذ من عندنا ما يقارب 1,350,000 بيها نفايات وبيها حراسات وبيها نشر ودلالية. احنا ما قاعد نشوف هذا الخدمات اللي قاعد نشوفها بعيننا. بالعكس هسه لو تفر كامرتك لي ورا قاعد اشوف اكو نفايات وعلى ذلك سوق مزدحم او سوق حلو ما تشوف بي لا اكو بي تبليط لا نقول مقرنص. هذا بند الثاني التجاوزات والعشوائيات اللي قاعد تغيم على المحلات اللي احنا بيها. مطالباتنا من ناحية الخدمات نريد تكون خدمات صدق فعلية مو خدمات يعني والله يجي لي شنو يجيب لي اثنين شالوا تكرم بعربانه ويوم او يومين وبعد ماكو. زين هو قاعد ياخذ من كل سنة من عندي نشر ودلالية ونفاية على 1,350,000 زين هاي وينها؟ اريد اقول لك اياها. هذا بند. بند الثاني زين انت قاعد تشوف احنا فرعنا مسدود من قبل البساطي. ام اصيغه حل ام اشوف لهم محلات او اشوف لهم شوف شلون مهم افتح الفرع ينفتح وينفتح على طول على مود نقدر يقدر السوق هم يقدر حتى بالتنظيف يقدر يطب ينظف براته صحيح ولا لا؟ والله استاذ بالنسبه لذا المعاناه السوق الوضعيه كلش تعبانه. يعني خدمات ماكو تكرم نفايات هم يعني هم جاري يجي ذب فما حد يجي يعني هنا يباوع يجي يسال على معاناه السوق. زين بالنسبه للشتاء محلات كلها تعبانه زين سقفيات كلها تعبانه والسوق يوم على يوم بالرجوع يعني والله نطالب بالخدمات
بالنسبة للنفايات، بالنسبة للمحلات التعبانة هاي، زين بالنسبة للطريق، يعني إذا واحد يطب مثلا يجيب له فرشي هذا ما يقدر، تحترق المحلات ما يقدر يطب، فهنا كلها معاناة. وبالنسبة لهذا المحلات من الآجار وسوق تعبان كلها سدت محلاتها، ويوم على يوم بالأسوأ يعني، أي بالأسوأ يعني ماكو شيء جديد، يوم على السوق يتعب والناس جاي من قد الآجار والسوق يتعب جاي تطلع العالم، أي فماكو شيء يعني جديد ولا اكو خدمات جديده، زين وما حد يجي هنا، لا واحد يسال، لا يجي واحد يشوف المعاناه الناس السوق ماكو، يعني حتى الناس قامت ما تجي لها واسطه الطب، نفايات اوضاع تعبانه زين، ومنه هيك يعني جو بارد يصير وشتاء ومطر، يعني ماكو فرج شيء جديد يعني. نوجه هذا السؤال للمسؤول، ما يجي يفتر شوية بسوق البصرة يشوف هذا المعاناة بسوق البصرة. أول شيء تكرم خيسة هنا، خلي شوف يعني شنو دول الخليج أحسن من عندنا، هاي قطر معدم كأس العالم، وروح شوفها شون محتضن العالم وشون ناس الله راضى عليها. هنا أنا أقول لك الخيسة تكرم، شوف السماكة خايسة، السوق هاي إحنا سوينا كيشنا وسوينا سندويتش كله على حسابنا، يعني ماكو مسؤول يجي يشوفنا حالنا حال دول العربيه شلون عايشين، شلون الله مرفع عليهم، يعني الى متى هذا الحال يعني يظل، الى متى يعني ماكو مسؤول، ما معقوله ماكو مسؤول يجي. هم ما شاء الله كلهم كانوا برا، شي بلندن وشي باستراليا وشي باسبانيا عايشين، يجي خي يشوف المعاناه مال هذا البلد، يشوف الشباب قاعده على الطاله بطاله، اذا تريد تتعين لازم عندك بالحزب الفلاني، واذا تريد تقدم لك على فد وظيفه هم لازم عندك بالحزب الفلاني، يعني لا متى هاي المحاصصة؟ خي يطلعون من هاي المحاصصة المريرة، خي يشوفون الشاب العراقي عنده طموح، حال الشاب الخليجي أو الشاب الأوروبي، ليش يعني أكو كفاءات بالسوق، والله هاي أكو ولد خريج إدارة اقتصاد عنده ستوتة يشتغل ستوتة، خريج إدارة اقتصاد، الثاني خريج معهد تكنولوجيا هاي عنده يبيع خس يبيع، خريج والله تكنولوجيا هذا هنا، ولد أنا خريج معهد مهني، زين شهادتين عندي صناعة ميكانيك ونجار، أبيع عن جبن، هاي صار لي 20 سنة جبناها من صدام حسين إلى أجانا نور المالكي الله يحفظه إلى كلها ما شاء الله، كلهم اللي يجي يسوي لك العراق وردي، هم كلهم مع الأسف يعني كلهم سراق نقول بين قوسين، وكل حزب بما لديهم فرحون، كل من عنده ربعة ومسيطرين على الوضع، بلكت هذا يعني النداء يوصل لهم، يجون شوية يشوفون هذا الشاب العراقي شنو محتاج، يشوفون الناس شلون محتاجه شويه بلكت الله، يعني شويه تصحى هاي الضمائر، اذا عندهم ضمائر، واذا ما عندهم ضمائر حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. يعني نحكي بالنسبه لسوق سوق البصره، يعني هذا يعتبر سوق قديم كلش قديم، يعني المفروض يعني متابعه من المسؤولين يتابعون الشغله من البلديه، وبالاخص يعني خلينا نقول هسه محافظه البصره، يعني خلينا نقول محافظه عريقه، المفروض هو هذا السوق يعني بالنسبة لنقص الخدمات، وقاعد نلاحظ يعني أكو تجاوزات، يعني أبسط شيء حتى المارة خلينا نقول يتبضع من السوق صعوبة أن يدخل للسوق، وخاصة يعني هسه أنا تقريبا صار لي بهذا السوق بال35 سنة، للأسف يعني ماكو متابعة، ما فد يوم من الأيام شهدنا أكو مسؤول إجا للبصرة سوق البصرة متابعة،
من ابسط شيء هسه يوم اللي خلينا نقول صار مثلا مطر او هذا، يعني من الصعوبه ان واحد يدخل للسوق. وتكرم يعني احنا ساعات بيناتنا يعني اهل المحلات تكرم، يعني هاي ابسط شيء هذا خلينا نقول النفايات. المفروض يعني هاي متابعه من قسم يعني قسم البلديه، قسم بلديه البصره، مع العلم يعني اكو موجود قسم هنا عندنا هو بالبصرة. ما فد يوم من الأيام شهدنا يجي مسؤول، يعني بس إحنا نعرفهم يجون وقت الجباية، جباية المحلات أو يأخذون جباية المحلات سنويا، بس هذا يعني نشوفهم. أما باقي الأيام أو هذا ما نشوفهم، يعني يصير سنة يعني خلينا نقول كان سنة أسوأ من سنة للأسف. للأسف يعني المفروض يعني متابعة من المسؤولين، متابعة خلينا نقول الرقابة، ماكو، هاي ما موجودة للأسف، للأسف الشديد. والله الخدمات انت يعني شفت بعينك وصورت، يعني خدمات هنا خاصه بالبصره، البصره القديمه هذا يرثى لها، يرثى لها يعني مستنقعات، مياه، الحشاك تكرم، النفايات، يعني النفايات شنو هاي، يعني ما صايره، ماكو شيء، ماكو شيء دوله، حتى ارياح تمرض، هاي طفل يتعدى منا يروح المدرسه يشم الريحه تلعب النفس زين، الارياح هاي شنو الارياح، ماكو شيء، يعني خدمات يعني وين راحت هاي، يعني تروح ايران ها الموظف اللي يشتغل بالبلديه راتبه ازيد من اوب النفط، يعني شنو هاي الوضعيه، هاي الوضعيه كثيفه، هاي الارياح، هاي الارياح تقتل، يعني ريحه الميت هم هاي يقول لك اشرف من هاي الريحه، شنو ليش ما حد يهتم بسوق البصره؟ نعم ماكو اهتمام سوق البصره، ماكو اهتمام، يعني اهتمام ماكو، يعني شنو، يعني شوف شلوك، شوف لك شارع باع، شوف شارع مثلا نظيف او مثلا شيء مساوي، لا سيارة تقدر تفوت، لا حتى بايسكل ما يقدر يفوت، طسات ومياه ومجاري يرثى لها زين، والمياه بالشوارع وهاي الزباله منا وانت رايح. البصرة صح، بصرة إلها قيمها، إلها مبادئها، ناس أهل البصرة وين راحوا؟ وين راحوا؟ يكتبون، كان يكتبون على وضعية البصرة، هاي أم الخير، هاي أم النخيل، زين؟ يعني تبقى البصرة تطي ما تاخذ، المن؟ يعني ما المن تباوع؟ أبو إيران، لو أبو الكويت، لو أبو السعودية، يهبون من ثروات العراق، وفوقها يجي العراقي، يبوق من العراقي يودي. يودي لهم هذول الستين، واحنا اولاد الخايبه يسمونا زين، ها ياكل خبزته يشتغل 15 20000 وقت جهاله وينام، هذا العراق صار هيجي وصفه، هاي قطر شافوها القطر، شوف شلون قطر، والله حاليا الاوضاع تعبانه، يعني لا شغل لا حركه بالسوق، ضعفت من وراء صعود الدولار، لا خدمات لا مقرنص لا مجاري نظيفه، يعني الوضعيه يرثى لها، يعني وضعية تعبانة، البصرة من أسوأ الأسوأ، يعني خدمات مهم، يعني إهمال، يعني من القطاع الخدمي الحكومي وال من المحافظة ومن المركزية، يعني بغداد يعني ماكو فد يعني اهتمام بال
خاصة سوق البصرة سوق قديم والعالم تتراود له وتجي له يعني، فيعني هذا شيء هلبت واحد مسؤول يلتفت لهذا السوق. نطالب بالخدمات إن شاء الله، هلبت يعني وظائف يعني شغلات للشباب، لأن الشباب يعني يرثى لها يعني. شباب البصرة خاصة شباب البصرة يعني متعوبين ومظلومين أكثر الشباب بالمحافظات الباقية. أقدم لكم معاناة السوق البصرة القديم التراثي، ووكو مجاميع تجي له مثلا حتى من دول الخليج، بس نفتقد الخدمات الصحية، الخدمات حتى شوفوا انت بعد هم ماكو قصور بالقاطع بسال ميثم بالولد، بس هم كأجهزة كحاويات مثلا نقول عمال قليلة، ماكو هم تعاون من المواطنين هم اللي بالسوق، مثلا أصحاب المحلات، الزبون اللي يجي يذب الأوساخ وين ما كان، أبو المحل كذلك. أجهزة كمعدات مثلا كابسات هسه المفروض هنا توقف أكثر من كابسة ثابتة على مود لا ينزل الوساخة بالسوق هيجي، ويصير مراقبة يعني تكون مراقبة من داخل القسم البلدي، المحافظة، جهات أمنية أخرى. ثانيا هو هذا السوق يعني تراثي وقديم، وأكو زوار تجي له حتى من داخل البصرة، هي مثلاً أبو العشار يجي للسوق البصرة بيوم الجمعة، بس يجي على اليمن ينصدم بهاي الأمور، ينصدم بالقذارة، ينصدم بالوساخة. بس مع ذلك أقدم معاناتنا إحنا كأصحاب محلات، ومعاناة اللي يوفد إن إحنا بالسوق القديم. فأرجو منكم ومن هذه القناة الموقرة تنقلون معاناتنا بصورة صحيحة بدون استفزاز وبدون قلة اهتمام من باقي المسؤولين. من الخدمات هنا تعبانة يعني، مو ذاك يعني الاهتمام يعني. شوف هاي يعني هسه شوف هاي هنا يبون الأنقاض هنا نص السوق يعني، ما هاي هنا وأكثرهم هذول الإقصاصيب يعني، أكثر شيء الإقصاصيب ذولا يعني الشسم الفايات مال الشسم هذا الحيوانات ماكو كلها هنا يذبونها، إضافة إلى السوق هاي كل الكرتونات وكل الأوساخ مالها هنا المجمع يعني، هنا صار مجمع مال الأوساخ يعني. بصراحة المنطقة مهجورة، مجارة ماكو ماي، ماكو بطالة، الطرق مسددة كلها، ومن دون البصرة كلها المحافظة المنطقة الوحيدة ما بها خدمات يعني. هساي نشفت بعد شوي إذا طق المجاري توصل الطين لركبة، المجارة ماكو يعني دوم. هسا الأخ يقول من والله مسدودة المجارة، هاي شوفها مغلقة منها، ذي كمال الجامع مسدودة، السوق الأبي مال الماي القديم مكسور ويذب ماي بالسوق كله يعني. هسا راح يجينا الشتاء المطر، احنا شلون هذا من نادي كاترة وعوائل وأطفال تجي ومرضى، وهاي يصير بس طين هنا، هاي ذي شوف السوندات مقطعة كل ساعة عجوز تزلك. والله اخي كل مالها اوضاع العراق الأسوأ. حال الباشر حياك الله اخوي الهو. هذا حال وضع السوق، احنا صورنا هاي الحكومه الجديده نزلنا الدولار، لو الدولار صعد صار مضاعف يعني. يوم تدري اخي بيش طبقه البيض 7500، زي الفقير مين عنده يجيب؟ هاي شوف حال السوق، كان سوق البصره هيك، ارتفاع الاسعار، ارتفاع الزرع، ارتفاع سعر جميع الاكل، هذا الانسان البسيط ما عنده ياكل. والله ما نعرف شو نقول لك. كله هنا دفون، هذا العمال يعني عمال الصبور وعمال العصر، شو يقولون حق العمال؟ يوم العيد ها؟ يوم العيد. ها بالعبد. عيد.